مثل الجنة التي وعد المتقون تجري من تحتها الأنهار أكلها دائم وظلها تلك عقبى الذين اتقوا وعقبى الكافرين النار والذين آتيناهم الكتاب يفرحون بما أنزل إليك ومن الأحزاب من ينكر بعضه قل إنما أمرت أن أعبد الله ولا أشرك به إليه أدعو وإليه مآب وكذلك أنزلناه حكما عربيا ولئن اتبعت أهواءهم بعدما جاءك من العلم ما لك من الله من ولي ولا واق ولقد أرسلنا رسلا من قبلك وجعلنا لهم أزواجا وذرية وما كان لرسول أن يأتي بآية إلا بإذن الله لكل أجل كتاب يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب وإما نرينك بعض الذي نعدهم أو نتوفينك فإنما عليك البلاغ وعلينا الحساب أولم يروا أنا نأتي الأرض ننقصها من أطرافها والله يحكم لا معقب لحكمه وهو سريع الحساب وقد مكر الذين من قبلهم فلله المكر جميعا يعلم ما تكسب كل نفس وسيعلم الكفار لمن عقبى الدار ويقول الذين كفروا لست مرسلا قل كفى بالله شهيدا بيني وبينكم ومن عنده علم الكتاب بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام را كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم إلى صراط العزيز الحميد الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض وويل للكافرين من عذاب شديد الذين يستحبون الحياة الدنيا على الآخرة ويصدون عن سبيل الله ويبغونها عوجا أولئك في ضلال بعيد وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ليبين لهم فيضل الله من يشاء ويهدي من يشاء وهو العزيز الحكيم ولقد أرسلنا موسى بآياتنا أن أخرج قومك من الظلمات إلى النور وذكرهم بأيام الله إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور وإذ قال موسى لقومه اذكروا نعمة الله عليكم إذ أنجاكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب ويذبحون أبناءكم ويستحيون نساءكم وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم
وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد وقال موسى إن تكفروا أنتم ومن في الأرض جميعا فإن الله لغني حميد ألم يأتكم نبأ الذين من قبلكم قوم نوح وعاد وثمود والذين من بعدهم لا يعلمهم إلا الله جاءتهم رسلهم بالبينات فردوا أيديهم في أفواههم وقالوا إنا كفرنا بما أرسلتم به وإنا لفي شك مما تدعوننا إليه مريب صدق الله العظيم. بسم الله الحمد لله ثناء لله والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد قال الله تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم مثل الجنة التي وعد المتقون تجري من تحتها الأنهار أكلها دائم وذلها تلك عقبى الذين اتقوا وعقبى الكافرين النار بسم الله الرحمن الرحيم قال تعالى مثل الجنة جنة تلمان تيدو التي جنة داسو وعد لو دياري المتقون كوا الله كعب صدا تجري وحادر ريس من تحتها جنة هوسيدة الأنهار وبياشي أيا قلقلها يا وكلها عنت ذي مره ذي داقيد دائم وامد جوكتا وذلها حرع ذي هوس كيدنا دائم وامد جوكتا تلك تاسي عقب الذين كوي عربت وذوي اتقوا الله كعبصدي وعقب الكافرين كوا قاردا عريت وضنا النار ناروي وحنقصوا الجنة درسي تفسير كقرآن كريم كها وحنسو قارني سورة الرعد بانقصوا الجنة عاو درسي إن شاء الله وحبك بالله ما يا آيادا صدن يشانات ومن سورة الرعد الله سبحانه وتعالى هل كان وحين نغور رمحي وحين ودن بيي ضدك إلهي سبحانه وتعالى كفر يي أمر لمي أبا القدكو ذي إنو أها خسارة إي عذاب الدنيا مد آخر أبا هل كان إلهي سبحانه وتعالى وحين نغور الله يا إن ضدك وناكسن عربتو ذو أي تايميل في عام يرحمك الله وحا إلهي سبحانه وتعالى أويلي جنة إلهي أدياري يددك إلهي كبغة جنة تلمان تيدا يتصالح ذو حوية إن هوس تيدا أي قلقل هيان وبياشي مركا هوس تيدا نعموينك وبياش أهابا قلقل هيا وبيجي عانها أها كي ملبك أها كي خمرضة سافدة أها يكي بيها سافدها الله سبحانه وتعالى وحليها حقا وحق بيها إيو شرابك حقا عنتظ يدونا مداح اللقع عنو يعنتظ اللقع عنو يباتك ميشا يالنا ومد دائما انك لقع لحين خوص كذا يهدع يدونا ودائم خوص كويس هيا قرح ذو مارتا يقول رحنا ما لها مقدنا ما لها قبونا ملها كليلنا ملها وحي الله سبحانه وتعالى وطلق لي راح الله وطلق لي وي قبوك والا لبسضا كليل كان والا لبسضا مودقا والا لبسا قرحنا والا لبسا مركوا ودار نعمه دار لباتا أما عمل معها
وحضط من دارته أسئله أجوبة الجريمة. الله سبحانه وتعالى وحوليه هاي إن مدة أصل لجشي كي تلمان تجنة إسكال إيدتك ونوناكسنا الله كعب سلو دياريي وعربت ضدك إلهي كبغى ضدك إلهي كبغى عربت وضا هي قبل قبل ذي خاتم الله ذو هالكاسة كوب قبل قبوبي كل أمان حصوها لي ضدك إلهي أنك بغي نقار ذا عربت وضوا محي حقا كوب بين هيان نار ويام إلهي سبحانه وتعالى قيقس مثل الجنة جنة تلمانتيد والتي جنة سو وعد اللو دياري المتقون كو الله كعب صدا تجري وحادريري سوغل غليس من تحت أهوس هذا الانهار وبياشا فرتاها إيه هذا وحال الله وحي ماركتي إلا وكبر غنايا وكلها داق هذا إيه مره هذي عمتده دائم وجوكتو وحك لغوي معها وذلها هوس كذي هرع هذي مارتي انهار سيغادون يسوغن ودائم تلك تاسي عقب الذين كو عربتو ذوي اتقوا دور صدي والله كعب صدي وعقب الكافرين كو قارد عربتو ذونا النار نروي والذين كو والله يلي سبحانه وتعالى آتيناهم أنسينا الكتاب كتاب كو أنسينا يفرحونا ويفرحيان بما شيء بكو فرح ونزير الذي إليك حقاقا ومن الأحزاب قاشان بورتا حق وضنا من باكم ذا ينكر إنكر يا بعضه قرآن كبركي قل وحد هذا إنما أمرت حالي أمري أن نعبد إن نعبد الله يبوينه ولا أشرك أنا أشرك يلين به الله وحبا أنا أشرك يلين إليها الله حقي سان أدعو ياندتك أويد وإليه حقي سان ما أبي يأن غشة ذي ذي أهاتي الله سبحانه وتعالى وحوله كوا عن كتاب كسيني كتبتي هركو اللسي ريبن إسرائيل يهودي النصارى وكتاب كيمارت إنجيل يتوريد يلسيه وحي كفر حيان انت وضفي عن وياني ويحل أذيك الوسو دجي وصيدها دي عبد الله من سلام وكال اليهودي سحابيها نبي عليه السلام حلقو دجينا وكفر حيان هران هدى مارتي حقي هرأي كانوا قرنتاها أيوه يستي لكن دتك قاشان بورتا إيا كوحاها وحا كمدا قيب دي دن قرآن كالوسو دجي قيب كمدا هو قيبته صنع مجري يوحى مجري يغيب الله يسمى يوغلو حي ربان مارتي مدح صلاحي وباد الكائي صنم كائي شركي قائل لسك قد حجيرون مركا قيبها قرآن كديدا وحيالها قاركوضو إيجا أي سندونين أي إنكريان وإليه ورنيو إنسا محمد وماتك قويس عليه الصلاة والسلام أما إنتا ما نقل دافت أما سيدا ما دييش تسوكنا الله حلو سبحانه وتعالى وحاتر هذا أنا وحالي أمري إن أن الله عابده أنا أنا شريجيرين بحب أنا العبادة على قرب قلينين فاسو مارت الله أمر سبحانه وتعالى إساقا الله حقي يسأم بانا ذاتك ويري دنبي محمد روح ذاتك ومارتي روح ويري حقيب ويري شركنا إسكدا إلهي كل جين عابد الله أم بانا نقوش هذا حقا أن نقوانه أتبت كيني ويساقا حقي اسم والذين كوا أعطيناهم الله يحول أنسيني الكتاب كتاب كوا أنسيني يعني كتبتي هركوا لسيي يفرحون ويفرحيان بما كيب يكون فرح أنزل إليك الوسو دجيابيك ومن الأحزاب قاشان بورتا إيو كوحاها كرينتا إسبير صدينا من عد باكمدا من الأحزاب قاشان بورتا وحاكمدا من عد يقف ينكر إنكر إيا بعضه قرآن كغارقي قل وحضا إنما أمرت وحال أمري أن نعبد الله إلهنا نعابده أولا أشرك به أنا أشريكي إليه الله حقي سأم بنا أدعو ويالي دتك وإليه الله حقي سأم أبي نقشة ذي مرجعي واحد وكذلك سيداس وكرنتان أنزلناه أسودجين قرآنك حكم من حال يهي حكم يعني حكم عربيا وهذا اللغة عربية ولئن اتبعت هذا رعد أهواءهم كون هوين كودي الله بلا كعوض هذا رعد بعدما كيد بذي جاءك كويمد أو من العلم علم ما لك كون مسكنا من الله إبوين حقيس من ولي وحولي ولا واقن يوحكا إلى ليام كنورتونا ولا قدر صلى الله عليه سبحانه وتعالى واندرني حقيقة رسولا رسول باندرنا من قبل كذي وردا وجعلنا وحان ويالن لهم رسوشا وحان ويالن أزواجا حاسس يو ذرية أبدي عرور وما كان ما هان للرسول رسول وما هان أن يأتي إن لي ماد بآية آية معجزة إلا بإذن الله إلهي وقال أن شديس إذن كسموية لكل آجال مدوى البنى وحاوصنا كتاب كتاب إلى ذهي
يمحو الله إبوين سبحانه وتعالى وحو ترترا ما يشاء وحو دونو الله مساحا ويثبت الله وسوغا ما يشاء وحو دونو وعنده الله كيسا وحاضي أم الكتاب كتابك يعنيها أسل كيسا يا هذي الله سبحانه وتعالى وحو هل كان إنوغا ورمه يا نبي عليه الصلاة والسلام وحو كيري نبي محمد سيدة الوغوسو دشي قرآنك أما وكذلك كما أنزلنا الكتب على الرسل قبلك سيدان رسوشك هو الرسالة أن أغسو دجيني نحق إيا موارد وحيك يعني أنزل الله أذيقنا القرآن كأغسو دجيني إساقو حكمة أو حقنة من ذوك الحقن تمو أو حكمة كل سن يأغسو دجيني حدنا عربي أهو لغة عربية كسودي لغة عربية القرآن كو لغة عربية كسودي وحير النبي عليه الصلاة والسلام إيا إنتي أكبر لو ذي قرآن كي أصل كدين تو أهيت أي عرب أهيت لغة نكو هدين القرآن كو مركز لغة عربية بل كسودي وانا لغة مركز في رسوه فصاحة بدنوي لغوي كاللغة فصاحة بدنوي صادرت بعذر كيسا إن تاس أو وح أو اللغة العربية آلات كي وحيالها إن لغوص جو أو لغوص ح أو لغو توسير لدون هيو أو فريال أي اللغة العربية اللي ضحي لغوي ككلام تنو حلي عيني سن لعين واللغة أو غني سن واللغة أو فصيح سن واللغة أو بلارن واللغة qaybaha ay ka kooban tahay iyo sida yacnaha maartay in ay usul u leedahay lagu fahmo ugu wanaagsan weey habalkaas intaas oo nahwa laga hadla sarfi baa laga hadla xuruud baa laga hadla mandiq baa laga hadla yaani intaas oo maartay qaybood ay leedahay hayaalaha indhaga aan dhana suugaanto karento adab bay leedahay marka luqada carabeed waa luqo waasaca way waribana khaasatan quraanka waxa lagu soo dajiyay luqada reer quraashid saadarteed ayaa mar walba quraanka markii yacnaha maartay in uu yimaado xilliyadii hadda quraanka la qorahay ee muxuu ahaay la jamcin hayay markii wax la isku khilaafay xataa salafkii iyo saxaabadii iyo aaymadii muslimiinta waxay amri jireen in luqada reer quraashid ama dadka reer quraashid looga dambeeyo hawsha dayti ma dhashay la soo qabsan marka ilaahay arabi ka dhigay subhana wa taala waana in lagu xugunta ma hadii xugun iyo xeer iyo ku dhaqan iyo kala xukumid iyo xikmad wixii oo dhan ku dhahay allah subhana wa taala wuxuu leeyahay hadii aad marka raacdo dadka kale inta ee diinta aan haysanin hawadoodii iyo laablakacooda inta cilmigaas uu ku yimid kadib hadda marka ilaahay xaqiisa wax wali iyo gacalkaaga maartay ergeeyo malihid wax ka ilaaliya ilaahay oo ciqaabtiisa ka difaacana malihid ilaahay baa haddaad ka goosatay wax ka difaaci oo ilaahay subxaana wa tacaala ka celin malihid allah subxaana wa tacaala wuxuu leeyahay waxaan dirnay adiga horta rusul rusul baa nabi maxamed adiga horta aan dirnay rasuulka ugu dambeeyay baa tahay rusushaas waxaan u yeelnay xaasas bay lahaayeen caruur bay lahaayeen bini aadam adigoo kaleentay ahaay ilaa sida aan ugu tagi doono suur furqaan oo kalanti iyo iyaga dadka ku dhibi jiray ma li hada rasuul yaakulu taam wa yamshi fil aswaq taas dhi jiray rasuul baan ahay buu leeyahay waka waxaan cunahay hawanka guursan haya suuqa socda iska anagoo kalanta oo seed ribteen wax shuu ka bedelan bay ribeen oo malaa'ig iyo waxaan la afgareynaynin haddii xiga maarta wuxuu un baa la rabaa iyo diine waxaan afgareynaynin baa hadii lagu soo diro maxaad ka qaadan waxaad afgareynaynin malagaaydan isku jinsi ba ahayn isku damba ahayn malag ma isku dambaan cidaan waxba cunaynin oo waxba guursanaynin oon mas-uul gelaynin oon cunto cunaynin iyo adiga ma isku midaad noqonaysaan miisaanka adiga qofka kula miisaanka ee kula nooca yaa in lagu soo diro uu ku hago ku tiltilmaamo yaa ku fiican haddii kale malag aad uga wartiko salaad see tukada waraanu malag baan ahay adiga salaad tukado aniga la salaad laygama rabee haye war waxa samee horta seenu sameeyaa war aanu malag baana waxa shaqadeeda ma adiga samee waxa miskiin macallin waxay noqon carab kala ee show intu maartay xaraf oo saa oo kale kari way
يحولوا الطاعه مركز يحولوا مرضى عرضه يحولوا ده يبني وروحنا نيجا عرب كي يقال حون الساحة ليه نسيد على كلامه هذو بسيد وستسكرين عرضه بسيب يل مع الجسم بتواصل عنا يا مركز عنها إله سبحانه وتعالى وحولية هاي رسول أذيك وكلام بني آدم أو حاسس له أو عرور له أو بشرة يلا صادر هذا كور هذا إذا هذين سماها معجزة مولى إمامي آيات رسول معجزة هي آيات إسكالي ما دم مجر إلا إذا كألموه مركي أنا وح محي مودي يا أمبا أنت النبي عليه الصلاة والسلام وحاكين وحاكين وح جيب كيسو كجرب وحي إلهي سبحانه وتعالى وهم ربه كيني كراه وإذنه الله سبحانه وتعالى لكل أجل كتاب لكل أجل كتاب مدى والبا إيا وقت والبا وحا أصوغا كتاب وحي إليهين وحي مارتك بوشيين وبوشيك أيكا كينين وحي لذا ننكن هديبا الرسول يهي والنبي موسى النبي عيسى أنبياء الله سعوده الرمين هاي وقواس وكلاو يهي أي سرع سيهين كتاب كودي أم موسى عليو كان كلاو وتوامحي تيبا مركا اللغة جوابو لكل أجل كتاب مدول بي يحلي والبا يمضل والبا وحي لذا كتاب يضا أمو حلي قا ما كتبت إلهي زمان بدشو وحي حق اسمه بدل لكن وحي اسمه بدل وقتك إيا دتك تتكا اسبدلي او ومضها قاركود اوود بنا او حوق بنا وحي قبن كرين ادو ما انت ما قبن كرتيت وحي قبن كرين ايو ادو ما انت ما قبن كرتيت وان مركا لو جيديو شرعي اي دين اي عباده اديغا تبرتا ده نبي موسى عليه الصلاه والسلام كان النبي انا عشان للميو صلاه لو سو فرديه كنتن صلاهات با لو سو فرديه لازم نبي موسى صوم مريم حال لو فرديه كنتن صلاهات محمد وحولي في بني إسرائيل وكون كهري يعني الله نقمي وان حالك هذا ما أرتو أكور قلي وما الضاد وحن الوسو اللي بسرادة كنتن سرادة ما أود إله يكون نقو إله ويقى خفيف لي حيل كوي كهري بأود يعني الله هان كريم يا سلام سوق النقو هي إله ويقى خفيف نبي مسوي من الضنا كل نقو وما الضاد ما أود وحني كنتن سرادة سيد لو ذي لو ذا شان لقى صور ريبي وعشان سرادات ظهر يا عصر يا مغرب يا عشية فجر أو كنتن كي سراد شان سراد أو كنتن كي أجر قودي شان تبا هاد عليس نقوله كنتن هدي الله لا يلا جرها ما حد من إلي كنتن سراد مدي بأفرق عضات يا الله برجع ما صدق حتى ما كبرنت الله قال عر لا ما بقودي كرنب إذا مركا أمضه صي أكل تبرويهين يا صي عنها أكل حب بدين يا سيد وقت جمارة أكل مناسب سي هي يا كتاب كا لوسو كلا دجين صوم باكو على غفر ديالي إننا صوم بالي نغفر ديالي تبرتين الله فيري ويحكو قرنا كتاب كي أها توراد هدي لورن لها كا وحكو قرن كون على غفر ديالي اسكو وضع مني اسكو حالد مني نينك لحذنك لحذنك دودن هي أذيك الله بضر دودن ينسك نينك كونك سنة نولا هي أذيك ما أرتكنتن يلحذن عن دافين سوين ده ما أنكرتن هذه لك يا نمارة إن أنبياء دي هوري يوم دي هرسي النبي آدم وقال أنتوا ليه ذن ردونا مساج كنا حتى على مكب هذا مكلا في سال دي نيو مساج كل أكسام يزو نيو مال كل أكسام يزو نيو واحد كل أك قاضو يعني واحد قرن إيسا إسكب دا وحاسة صنع هذا ما أنت الله سمين هيو يا قليه ورا صنع هذه يا جوارد يا واحد يكون نورعين يا تن هذا الله سمين بان إسكم بده هين بان إلهي سبحانه وتعالى حولي هي يعني حلي والبوحولي هي كتاب iyo xugun iyo wax in lagu maamulo oo dadka yaanaha maartay munaasab u ah taas yaanu Allah xuri subhanahu wa ta'ala ilaahay wuxuu baabiya oo tirtira wuxuu doono oo xugunkiisi ayuu nasaxa ama uu meesha ka qaada wuxuu doonana Allah waa suga oo isla kutubti un raaci markay hadii kutubti loo raacin ilaahay subhanahu wa ta'ala kitabki tawreed ahaa wixii ku qornaa wax kamida ilaahay uu tiri oo wax kala kitabkeena quraanka lagu bedeli من وصي أو توريات ويحي كقرنا كتاب كينا نو كقرنا نكرا بس لكتاب كينا نو كان راعي يمحو الله ما يشاء ويثبت إله يوحي دونه أي كتبتي هورين تكتر تراء أو كتاب كينا يعنيها ما أرتك أوسان كينا ويحي كتبتي أركو قرنا مرنا والله سوق بس لكتاب كينا نو كينا هيو الله فيرين هيو مثل هذا أمد وعنده أم الكتاب حلوة أمركا ويحي توريات لكو قرين
كي إنجيل كقرنا وحي زبير كقرنا صحف النبي رايح كقرنا كتبتي يا أنبياء وحي لسيا النبي هوا وحي لسيا وحي كقرنا ودمبا لكن أصل كود الله المحفوظ ككتابك أصل كأيكو ذي يالان أو كتابك التوراة ها وحي الوسود ذي جيار الله المحفوظ كوكو يالان كتابك أن وحي الوسود الله المحفوظ كوكو يالان مركا ماشا كتبت أصل كوا حكم كي أردن وقرن يهي لكن قلو والبا كتابك الوسود ذي جيار وحي مناسب أبا قوين لوقو قرحيد أصل كأصل وقوة القرآن هي حكمتي إلهي كتبته وقصة الدجورة أن حصل كي الله محفوظ كقرآن أنت أصلا هذا نمرتي حيار ما حيارك أنت وين قطع وإلهي سبحانه وتعالى وحبون النسخي حبون النسخي وحكم إذا حتى أقدرت إلهي سبحانه وتعالى قدر كوه أقدري وحكم بذوه صوي وحكم بذنا والنسخي العلماء حيليين أصل كالله المحفوظ كوه الله وحي كقرآن قولوا قري ويسوغنان لكن شريعتي كتبتا دنبه ملائكتا وراقها لو ديبه هيئه اي دادك كو حسابين هيان واما مال لها اما بالله اما سند لها وحنا واللغة تري كرا وحنا وامارتي واللوسو كرا هو حكم دبا حكم دون كرابا إلهي سبحانه وتعالى أصل كاللوح المحفوظ كوحوكو قري قفل بوحويه وحكرا لغو قري وحلوحي أسباب إيا سبب كوي مادة إلهي سبحانه وتعالى حول قفن كسو قاد لحذن سنو يقفكا يقول لمن بلغو قري اللوح محفوظك حلغو قري اللوح محفوظك لحذن سنو عمري جيسة أسباب للرعية وحولي حديه وأسباب تالي مادو لحذن كسنو لغو كردين وراقها مركا أي وضان ملائكته وحاكو قرن قفكان هدو أسبابتي أولي مادو أصل كويحي وكو قرنا أي عمري أها كررسينة دي اللوغو كرنين هي حقا سيكو قرنا إذا بيقو تعالى هلو كرنية هدو عمل كأسبابتي سيلي موين انتي هرو يوو أكتحي أي وذين إيجا هيا عمل كمارتي لوو كرنية عمري كسو مجرو نحاكا ميدا شايزوين قرابة دو الله حيريديو عمري كنا والو كرنية حولها نرزقنا والو واسعية او الى رزق سموس قرين ها اصل كا وها قرين هي لكن وها وها جرى اسباب لو خره هدا اسباب تلاتي ما دو ساسا ليري هدا اسباب لا يم ويدنا مش اسو كانو هو تاسنا يدنا علماء قرب ما تكون مصيره معاني دو دنا مارت واحد دباته املها ويس ودكينيسا الله سبحانه وتعالى كتبته وقرها يوي خي دونو كان نسخه وخي دونو واسوغا لكن كل كلا نسخه اي كان لسوغا هيبا لوح محفوظ كو يالن الله يقول وكذلك سيدا أو كلا سيدا أنبياء يا رسول شهر أو جسود جن القرآن كي يدين تبي كتب تو جسود جن وحي جا يعني أنزل الله هذا جن القرآن كمرت أنزل الله جسود جني قرآن كأنزل الله قرآن جسود جني حكم من إسحاق ومد يعنيها حكمه وحكله حكم يا عربيا هذا اللغة العربية لون نسبة أو عربية ولا إن تبعت هذا الرعض أهواءهم هؤين كذلك كل جوجاء عن الإسلام كحين الدين تأنقذنا هذا الرعض بعدما جاءك بعدما شيء دبذي جاءك كوي ومن العلم علمي هداد هود وضر رعضه ما لك من الله بحق يسكو مسكن عنهم من ولي وحو ولي يرحن يقعلا ولا واقع يوحكا دورا إلى حقات زكاء إلى اليطورم ولقد رسلنا الله في الحق واندرني رسولا رسول ما درنا من قبلك هذه هردا وجعلنا الله وحنويا لي أزواجا حاصص يودرية يعنها عرور غالب كالغا الله يا رسول شقارا عرور الله ينزم جرين غان عرروا بجرين لكن الله قال لسيدي غالبك وما كان لرسول رسول لأما هبونه وما بنانا رسول كمذا الرسول شعيقا أن يأتي إنه لي ماذا بآية آية معجزة إلا بإذن الله إلهي إذن كسيه أقل أنشاد اللهم بكل إيمانا لكل أجل مدول با يعني مدول با يعني هالليل مددها سيئة مدشة الله لغيبا كتاب قرال بيليدهي أول قري أما كتاب لغو قري بيليدهي أقول لك لكل كتاب كتاب كاستوحي إلي وهدي عن حقي كتبتي يعني لسوء الدجنة أنا وكعنا لكل كتاب كتاب والباء وتوراة يا إنجيل يا زبور يا قرآن كا كتاب والباء جرب وحولها أجل مدى الله قرآن مدى دي سمركو قاعدو كتاب كالا لسوء الدجنة وقول رغم مارتة وقول عنتما تدكا يعنها مارتة أود دي يتبرت وضي وضعي وضي حالة دو الله فانجلي كرا يمحو الله ابو ترسرا او من او نسخا ما يشاء وحو دون الهي مسحا ويثبت الله واسقا وحو دون وعنده الله كسو هذا ام الكتاب كتابك اصل كزي يعني كتب تو دن وحا لا وخي لا قري اما كتب كل جود اصل كودا
إلهي أكتيس الله المحفوظ كو قرية هاي لكن قلوال بكتابك يعني هل يسود دي يوحي إيغا منان توضا أما إيغا مارتي وحونا ما أيالو قرية لكن قدر مع ذلك كتاب والباء وكتب اللي سود دي أصل كالله المحفوظ كو ذي يلن وإما نرينك إما نرينك هدي أن كتوسنا بعض الذي كي بركي نعيدهم أنو يبوحينو أو مثلا نتوفينك أنكو أوفصن إنت آنن يعني همارة آنن كتوسين وحانو يبوحينو لابا قورو مركب مندان تضوع لسين فإنما عليك كورك هذا وحادي البلاغ قارسين وعلينا كورك نغو هذا الحساب حسابد أولم يروا ميينو أركين أنه أنه نأتي إنانو إمانينو الأرض للك ننقصها أنه نقصامينينو ودمينا من أضرافها لنعيه ذا كسو دمينو كسو نقصامينينو والله ألنا يحكم حكمي لا معقب وحد بقلي كرا لحكم حكم كألا وحد بقلي كرا عربين كرا موجود المذجر مصاحان وهو الله سريع الحساب ومن حساب تسو أي دك دك تهي وقد مكر الذين كوي أيار نكري مارتي مكري إيو شرقون ليمد من قبله كون كهرري فلله المكرو إلهي بمكر هو هذا جميعا إليك يعلم ألا وأوجي ما تكسب وحي شغيسانيزو كل نفس النفر بوحي شغيسانيز إلهي وأوجي هاي وسيعلم الذين وسيعلم الكفار دي كوى قالة وحي وغاندونا لمن غف عقبة لمن قفك وهات عقبة دار دار تعلبت هذا قفك وهات وأجندونا ويقول الذين كوا حيلا كفروا قالوا بي لست متي مرسلا من الصادري متي بكل النبي عزلا قل وحد هذا كفى وحكفرا بالله إلهي بان وفرا شهيدا مرخاتي فر بيني أني دحذين وبينكم دحذين ومن قفنا يعنيها مرخاتي فر ونوفرا يهي عنده أكتي سواء هذا علم الكتاب كتاب كعلم جيسة الله سبحانه وتعالى هل كم من رجش يجهيا قول الله سبحانه وتعالى نبي محمد كو كل جوجه اي عقاب تمدن اي حمانت لي ميد عقاب مدن لبا اريمود بصوره قال وي ان ان اديغو جوجه عقابتودي مرينو ايشاد كو قبوستود اركت ايغو لا عقابي اي ان ان كو اوفسنو انغون ولي عقابين لبدا ميد كاستوي نقطبا كلي لغا تغي مهاي وحي مدنايننا إن لمريه ولازم قف كان هذو حمان ليمد عقاب مذيه عقابته مذيه لبا مد ويه انت جوجته انت عقابنا ان ادركت اي ان انت كو اوفسنو عقابتي سي اندي بو دغنو ان كلي مرين دونا اديكو مارتا ان كو اوفسني marka waxaan meesha marnaba aan ka baxaynin wuxu mudna عقابته ان ان laga deeyninin ama adoo jooga hal mariyo ama intaan ku oofsana aan gadaasha marino kullaba ku mariyana ciqaabtiisa hasa ahaatay arrinku uu kala yahay adiga waxaa laga rabaa dadka inaad xaq gaartiso un anagana inaan la xisaabtana korkanaga oo ka sasa loo kali leey adu xaq gaarsi xisaabtan kan ilaahay baa iskala u daa Allah subhanahu wa ta'ala wuxuu leeyahay miyeynin arkaynin inaan arlada u imanayno oo marka aan dhinacyada ka soo nuqsaaminayno dhulka inaan dhinacyada ka soo nuqsaaminayno نقصامين ترى نعيض الله قصوا نقصامين هيو محل جوا ضاب يعني بيض بلقو فزراء لكن واحد كوا ضاب كده ما تعرض هذابا نمن كان كهر تاجن إيه قال ضاع إيه مركا هذا النبي عسلا هو قل وائر هي قرشة ذكر أنت كهر تاجن ميين أركينين إن دين تي إسلام كا لقى قاضن هيو أما أي كسو يعني شركة يا قال بده كسو بابا إيه سحريرو هذا oo arladii oo dhanba laga soo nuqsaaminayo ay soo yaraanayso ilaa waxa diinta diidan ba iyaga kaliyood ay ku soo hadho yaani kasoo qaado karaanto adi marka aad meesha joogto diinta diidanta reebil qaatan reebil qaatan reebil qaatan hay noqon sidii wax yaan hadhulka kugu soo yaraanayo oo marka dambe intaadan kaliya dhulka jiraba maadaama wax kula socdo oo waxan aad wato wax kula maartay kula qababa uu san jirin hada wax yar oo yar baad gashay oo yaanaha maartay in yar baad meel dhulka ku soo gaabtay ahaan way marka miyeyna arkayna dhulka inaan nuqsaaminayn mid kale waxa laga wadaa ciqaabta ilaahi subhanahu wa ta'ala markay meela ku dhacdo oo ilaahi subhanahu wa ta'ala oo meela dadka ka soo ciqaabo oo inta iyagu ay degana wali ciqaabta inaan ku dhicin soo ma arkaan dhulka in la jarhayo la soo nuqsaaminayo hay kala hata culimadu ku fasiraan la ducaarkay nin oo culimada kamid oo ku fasiraay nin rag culimada ama muddo dhow dhinteen haastan nin culimadu waaweyn kamid ah Jamal dhayda Saudi ku dhintay markaas waxa ay doonay telefishan ay sheekh sheekh baa arkay hadlay xaalad xuleya awalan yaraw anna naati al-ardha nanqasa min atrafiha kaso qad culimo badan baa jiray soomaa
ama hareerahooda dadku jiray yacnaha maaragtay een iyaga maaragtay khadkooda iyo qaybtooda iyo maaragtay een khadkooda ay ka baxaan waxay la mid yihiin waxaan yacnaha la soo nuqsaaminayo oo kareento Allah subhanahu wa ta'ala hada nuqsaanta arrada ka dhacaysa waxa ka mid ah dhulkii oo dhan baaba isku yaraaday wax yar noqday aaladan casriga hada dhulku yar dhan ba yareysay hal qaryo iyo hal magaalo wax la joogaa la mid noqday waa hore dhulku maaragtay u kala fogaa samoogdin dhulku aad buu kala fogaa waxa kala fogaynay اتصال أنت كلف وينيس، تيار الله أنت كلف وينيس، جار الله أنت كلف وينيس، تلفون الله أنت كلف وينيس، بيحرم ما فعل صوجر يا، سويرة سويرة إلى هذا جوري هذه، هاو فرد بتما ضبط. الله سبحانه وتعالى وحوليه هين، إلهي سبحانه وتعالى وامك وحكمة وحي حكومة واحدة بجلي كرا أو عربين كرا إله محاس شو دك دك تهي إله وحد عينه حسابي دك دك بحسابي يا. ما هذه يا عرها مسكين كي تعبان كي بني آدم كي مخلوقة ضعيف كي كوي أنت أصلا ما أرتب الحبان حسابين هيا سيدنا يله يهليك هذه إلى حسابته صريح الله سبحانه وتعالى وحولي كو النبي محمد وهذا شرقول وضان كو يجا كو ريبا شرقول دين تي إسلام كي ما أرتي رسوشة يهلو دين كي يا شرقولين حس أجادين شرقول وضان إلهي بوء هذا مكر يا دجر يا عقابد يا قبشة يا شرقول دوردن إلهي بأسكاله oo waxa laga wadaa adey markaad wax shir qoolayso shir qoolkaaga waxa kugula jiro ka warhaya ilaahay kaliya hadaad guri gasho oo ilaahay buu ku ogyahay waxa sameeyneyso soo qof yacnaha waxa sameeyneysa kugula jiro ka warhaya ma aha haddii maxaad qarsatay marka waxa la qabanayo la shir qoolahayo makri iyo maarta khatar la sameeyay dib la sameeyay oo dhan ilaahay baa ka warhaya oo waxa soo dhan maamula markay adiba laga warhayo waxba ma haysiida shir qoolka iska daaway الله كل من الله سبحانه وتعالى وحيه هاي نفول بوحي كسبتو شغيس تؤيه هاي وحينا مارت أغان دونان كوة قالة قالة مارت كفارتا وحي أغان دونان عربتا سن يدارتا وناسن عربتا يدو عدة إسكالة وي أغان دونان وحي لذا أن منك قالوا بي نبي عليه السلام وحي كوي لذا لست مرسلا من لصادر أو رسول متهيت وإن كرن صباحا وحاد كتر هذابا ليدي إنان رسول هاي إيا إنان أهين وحامر قاتي فر إنو غفران إلهي إلهي بعد حذنا كم مرقاتي فوري دورا وحاك الله مرقاتي فوري إنه وفرا وحق إيه مرمارتي إنه كرعضين دونا وأرن كاس كم مرقاتي كي عدونا عد والب وكتابك علمي جيسو أي أكتي سطح ومعلق وضع وعنده ومن عنده علم الكتاب معنى علم الكتب بعد يكرتها مركوا جنس الكتاب جنس الكتب يعني كتاب كان مانت كتبتي اللي سودتي تطكي علمي أولها ee wanaagsan ee soo islaameen yaa kala sheegay inaan rasuul ahay inaan ahayn sidii abdullah bin salaam oo kale sahabi abdullah bin salaam yahuudiya asagoo tawreed yaqaan oo kutubti hore yaqaan iyo nabi sallallahu alayhi wasallam asan uu rumeyay markuu rumeyay marka wuxuu aqrin jiray oo tawreed ka soo saari jiray meel kasta oo cadeynaysa xaqqa iyo rasuulka imaatinkiisa iyo sifooyinkiisa iyo inuu rasuul yahay hawlahaas oo dhan buu cadeynay marka hadii ayagu isdiitiyaan waxa marqaati ah kutubtii hore injiil iyo tawreed iyo rag yaqaana yaa dhihi doona waa kan tawreed ku qornaa inuu iman doono waa kan injiil maarta ku qornaa inuu iman doono sidan uu rasuul inuu yahay cadeynaysa kutubtu hore baa cadeynaysa marka cilmiga kutubtii hore dadka yaqaana yaa marqaati fur idiina iyo ilaahi subhanahu wa ta'ala wa imma nuriyannaka hadii aan kutus nabi allah ba'da alladhi ki qayb kamida naciiduhu maanu yaboo hayno wixii aan ugu talagalno ciqaab iyo cadaab hadaan qayb kamida kutusno adiga oo joogaba aan marino أو مثلا نتوفينك أنك أوفصنا أو مركا أنك أوفصنا كذب أن عقابنا ونودنا فإنما عليك كركا ضوحونا هذه البلاغ قارسين وعلينا الحساب وأننا حساب أي كركا نقعتنا حساب الحساب تنون أولم يرومين مرتي أركيني أننا أنه نأتي إن نؤمننا على الأرض للك ننقصها أنه نقصامنين أو صوجرين من أضرافها هريره هذا كصوجرين وكسو نقصامنين والله الله يحكم وحكم إلهي بحكم كإسكرة وحكم لا معقبة وحر بيء الضبقر لحكم حكم كيسان إلهي ومسؤنان إلهي حكم كيسان واحد ضبقر لما أقول صادر سيد حدي إلهي سبحانه وتعالى حكم كيسان لغم مريو
رعفان بان قادن هذه الأيام مرة تقالوبي رعفان بان قادن هذه الأيام مرة تقالوبي سمو جدي هذه الولاء آيات القرآن كأي حديث كذي وحي ياسا كو حكم يسدا ما يسدا كم كل سوني رعفان بان قادن ماضي الأيام أقول إلهي حكم كيسة وح رعفان لقى قادن معها وحي عنا هذا بقول قصة من كرنا معها إلهي حكم كيسة وح كهر إمان كرا أما كده بتيكر مجرى وإلا أخبرهم وهو الله صريع الحساب حسابتي سمتك يعني هالدقدقة تهيوي وقد مكر الذين حقيقيا كوي باشر قول لي أو مكر سمي من قبل أن كون كهر النبي الله فلله يبوين وهذا المكر شرقول كأي مكر يوردن إلهي بو هذا جميعا إذا الكي يعلم ألا وأوجي ما تكسب وحي شقيسني كل نفس النفس وحي كسبنا شقيسني إلهي وأوجي وسيعلم الكفار كو قال هذا ويوغان دونا لمن قف كيوسق نات اللي من قف كيوهات عقب الداري دارت وناس عربت هذا ضد كيوهات وأجان دونان ويقول الذين كفروا كفر قالوا بي لست متي مرسلا من لا صادر النبي محمد متي قل حضا كفى وحاكفلا بالله يبوينه أي شهيدا من خات النماء يا من خات فرق كفلا بيني وبينكم أني يدك لحذنا لحذنا وحاكفلا من خات فرق إلهي إيو ومن وين كفلا عند وقت سوى هذه علم الكتاب كتاب كامل علم الكتب كتب العلم وضرقها يينا والتوراة والإنجيل يهولها يقانين ويؤجينا الرسول بسم الله الرحمن الرحيم سورة إبراهيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام را الله أعلم بمرادي بذلك كتاب هذا كان كتاب كتابي أنزل له أن سودجنا إليك حقا لتخرج الناس سيعددك أقرب بحصة من الظلمات مقدية إلى النور نور كاذو بحيزة بإذن ربي ربي قد إذن كيزة يوغران شيزة إلى صراط العزيز الله عزيز كجيد كيزة سيدة ذو بحيزة اللي هي مارت الحميد إيه مهد صنع الله إلى الله الله حق صادتك أقول بحيزة الذي الله أصل له ويوحاطي ما في السماوات عرك وحيكو سغن وما في الأرض يلوك وحيكو سغن وردن وويل هوقي وذي ناريت باع هو هذا للكافرين هو قارضا وهذه قاس أو وما توي الكاس أو من عذاب عذاب حقي كهذا شديد ضرر الذين قوى الله سبحانه وتعالى وحليه سورة إبراهيم وهي سورة إبراهيم وسورة مكية سورة مكية كمتها سورة مكية أي كمتها مركز سورة مكية وحكي كهذا ليان بيك على الدنيا الله سبحانه وتعالى سورة وحكم بالله بحروف مقطعة هيد ألف يلام يرى إلهي ما يقانا مراد كأي حكم كأي مارت أيضا توكليه الله سبحانه وتعالى كان وكتاب أن سود جني عادي أنا كوسو دجين سي عادتك أوغا سارت مجدية أو نورك أوغو بحس إذا كالانا عاد مارت أوغو بحس أوغو مارت أوغو عدس أوغو هانونس سي عادتك يعني إلهي جيتكي سي الله عزيز غالب جيتكي سي عادتك يعني أوغو بحس الله سو حميد ومارت لما هاديو سي عادتك يعني إلهي حقي سي أدوغو جيسو الله سو سماواتك إيركا يردولك بيسكا يو هادين هوب يوالينا ريد وحو هاديك هو قالو بي وهذه سوء عذاب الدرن حقيقة هذه ألف لام را الله أعلم بمراد بذلك هذا كان كتاب كتابه أنزل له أن سودجني إليك حقا سودجني لتخرج سيأضب بحيسة الناس ذاتك من الظلمات المقدية أضب بحيسة إلى النور نورك أضب بحيسة بإذن ربي ربي قد إذن كيسان أضب بحيسة أنك قفك المقدية كبحية إذن الله كبحي أضب حاطي سبب مباطحي لكن حقيقة الله كبحي إلى صراط العزيز سيادتك أقول بحسن يعنيها إلى صراط العزيز الله عزيز غالب شرفت له غالب أوحو البكاعت كاذي كسر رأي الله جيدك سيادتك أقول بحسن عزيزك عليه الحميد إما حسنا إلا ما هذيني الله إلى الله إلهي حقي سيادتك أقول بحسن الذي الله أسأل له ويوهات ما في السماوات وما في الأرض إيرك وحي كسوغن يدولك وحي كجورن أما تأوسك نعطي وويل وذي النار يهوق با وهذا للكافرين هو قالوا بأي قالوا وهذه أسوأ من عذاب شديد عذاب درن حقيقة هذا الذين كوا يستحبون كوا جعليسان هيا الحياة الدنيا الدنيا الليذة نلاش هذا على الآخرة آخرة كدورهن يكجع ليسان هيا أو يسدون الليحين يتذكن عن سبيل الله جدك الله تذكر الليحين هيا أو يبغونها دون هيا جدك لا دون يعوى جنقلع أولئك كوا يقى في ضرار بعض الحياة كسنا بعيد حق كفوق وما أرسلنا ما نادرين من رسول عد رسول ما نادرين إلا بلسان قومه
qolad loo diray qoomkiisa luqadooda iyo carabkooda isagoo yacnaha ku dheehan ama maartay ku hadlay inaan dirna mooyeen liyubayna si uu cadeeyo lahum iyagu u cadeeyo xaqa iyo waxa loo maartay een loola diray fayudillu lumin marka allah ay baweyne ma yashaa cudu doono wayahdi allah uu hanuunini ma yashaa cudu doono wuhuu allana alaziz wa allaha ghalibka alhakimu falgazan wa laqad arsalna xaqi waan dirnay muusa nay muusaan dirnay bi aayaatina aayadahna aan la dirnay an akhrij waxaan la dirnay an akhrij saar قومك قومك هذه تلقى من الظلمات مقديها كبحي إلى النور نورك أبحي وذكرهم كواني بأيام الله إلهي ما المهسي دعذوين كيسا كواني إن في ذلك أنك أدحيس الآيات آية ظل قل عبر قاطع كسوغا لكل صبار مدول بأو صبرت بضن وقسوغا شكور هدنا شكرين بضن الله سبحانه وتعالى وحوي كوا الدنيا النلوش هذا دو إليدة كدورته كدع الآخر هدنا جيتك إلهي ندتك كل حين هيا jidkiina u dalbahayo u doonaya qalooc kuwa iyaga waxa maaratay ahaadeen kuwa baadinimo xaq ka fog ku dhex jira allah xuri subhanahu wa ta'ala ma aanna dirin rasuul kamida rusushi aan dirnay intaan rasuul soo dirayney ilaa inuu yahay mid mutakallim oo ku hadlaya qoomka loo diray iyo tolki luqadooda iyo carabkooda muujin danta laga leeyahay marka waa maxay in nin la luuqaa oo lumaartayeen muxuu ahaay la carab ah in loo diro liyubayna lahum inuu xaq u cadeeyo inuu xaq u cadeeyo taasaa loogu diray kadibna marka ilaahay subxaanahu wa ta'aala ninkuu doonuu lumini markuu xaqa uu fahmo oo garto ninkuu doonana ilaahay subxaanahu wa ta'aala uu hanuunin ilaahayna waa mid caziiza oo xakiim ah wax badan وهذا دتك حق يدينتي إني كلو مانا وحاكا قيب قادن هيا لو قادة أصل كيولا هيا يجرين هيين إني نكوه لندين إن لو شيرو جيل كان هذا يريركا وحاس غير خل دمي نحر كلو قادة معنى هي مرتدة اللو قادة حين بارسان تحاس غير خل دمي هذا ندتك واوينا وقدر سمايو وحالغي يابا sidaa waxaad ogaataan qofku luqadu ku dhashay wuxuu garanayaa suugaanteeda iyo nuxurkeeda iyo murtida ku jirta uu garanayaa haddii kale intii la yidhaah wariyaha cagaha wax ka day uma intuu fadhiisa cagiisa fiirin cagaha wax ka day muxuu laba nin baa istaajiya wariyaha waa laydin amri amarka qaataa layhaye cagaha wax ka daya ku ord bisa sii daayay isnaadhiyey kuna cagihiisa wuu fiirinayaa hadda waxa aan ku suganay isaga waxaas uma ogidin caruurta yar yarka soomaalida arkin dhexday ka baxeen luqadoodii hooyo na ma garanayaan midan kale dadkan kale ay ka qaateen oo iska leeda fuuleen xikmadeedii iyo murtideedii asal uma garanayaan sababtoo maba garanayaan ku talagal horta arrintaas iyada waxay ka qayb qaadataa arrinta marka in jiilkan dambe oo dhan khatar ay galaan oy lumaan marka hal isku dayo hadduu waxaad arkaysaa yacnaha ma hartay marka soomaalida ah luqadii ay iska bowbowsanayeen ee bulshooyinka ay u tagahayaan ay ka bowsadeen bay moodahayaan diin inay ku fahmayaan laguma fahmi diin dhibaatada sida khaaska ah innaga inoo haysatay ka mid tahay hadday tagaan yurub hadday tagaan maraykan hadday tagaan sweden hadday tagaan meel meeshay tagaanba qolada ay joogaan bay luqadooda bowbowsanayaan biyo ku cabaal bay ka qaadanayaan intaasay marka wax weyn moodahayaan bas waxay tagayaan marka masaajid uun lagaga hadlayaa hawlaha ama luqooyinka lagaga hadlayo kii masaajid maarta sawaaxil laga hadlay yimid sawaaxilkan buu xoogaa buu boosaday buu dhagta ka maqlay kii ingiriis maarta meel laga boosaday yimid kii meel kale wax laga boosaday yimid intaasaa markayuu moodahayaa wax marka waxa weeyaan dhiig joojin yaroo iska maarta bahalkiiga laakiin murtida iyo macnaha ku jira diinta meesha shaygan yacnaha maarta uu wax ka tilmaamaya ma garanayaan taasaa marka waxay keentay wax badan in ay dadkii muslimiinta ahaa khaasatan bulshooyinka sida soomaalida oo kaleeto ku firdhay ee qacaha qaxootiyoobay in ay caruurtoodii iyo daayartoodii inta badan ay lunto waxaynan aqoonin suugaanay garanaynin luuqa aynan uxurkeeda iyo maarta murtideeda garanaynin bay dhex galeen marka khatar weeye saa darteed marka hal isku dayo waxay la mid tahay uun nin yacnaha maaratay ee muxuu ahaayey isaguna sawaaxil yaqaano intuu maalmo ku agjoojo wuxuu waa dhegta kaama maqlay soomaali darsi lagu akhrinaya iska fadhiisan ku yidhi ama soomaali baan wax ku sharxi ku yidhi dhibaato weyn marka nuxurka iyo murtida ay luuqooyinku leeyihiin muhiim wey muhiim wey arrintaas la ogaada allah subxaanahu watacaala wuxuu leeyahay nabi allow waxaan dirnay hortaa ama waxaan dirnay nabi muuse aan dirnay annaga oo ku nidhi
وحان لدرنينا إنو قوم كيسا مجدقة كبحيو نورك أبحيو وحان كن لكواني تلك أيامها إيا دعدوين كإلهي أدونك أكما ملي إيا نفتو ضاي صومرين كواني قوس كاقا بأيام الله دعدوين كإيا مالمها مالمها دعدوين كإيا صومر إخريبني سلم حاكم بها مالما أي سلع صنايين ونب إيا كذيد إيا عذاب إيا حمان إيا كجرين إيا مالما أي نعمة إيا برواقة إيا فرحة كجرين إنت بكواني وإن لو يداه إله لو يداه دوريا وروح صومرت فقير سكر هذا أو لمن هي أو بختك حلال وهي ما تم حدوك بريسة ما نك هذا حوقا مارت على هي سترى وأنا والله وري الله سبحانه النعمة كسية محد مارت حسيت وضوع ما هو توقف كهذا لو ذي حال الله تسن ودباته وإن حال الله تكسر باللو ذي هذا هي ضعف في مركز هي فقير هي جاهل هي مسكين هي وحبا هذا قرينين وأنا والله هو حالك هذا صومرت مركز الواقع هشنا إلهي وحنا كسية أنا والله مرك إلهي دعدوين جزية أيام جزا قف كمرك اللي حسوسية وحاكر دلان إنه مرك حالات دي أتكيد أوصام مري عما أمره هينا وإلهي وصبرة حالة دوينا إسنا إلهي وشكره الله سبحانه وتعالى حولي الذين كوا يستحبون جعل إسنا هيا أو دارن هيا الحياة نلاشي الدنيا اللي ذا تيد ويد الدنيا ذا روح كد دارن أكد جعل إسنا على الآخرة مدة ضم بقى آخرة دش كد دارن هيا أو يسدون يعني هاللي حين يتقن عن سبيل الله جدك الله اللي حين ويبغونها هذين هيا يؤدون يؤضل بهيا جدك ورق سنا يعني هاي ما جدك معناها أضل بهيا عوج قلاع أولئك في ضلال بعيد كوا يعنيها بعد إني ما حق كفك ما مرتي كل حسويين وما أرسلنا الله حلو ما ندري من رسول رسول ما ندري إلا بلسان قومه قوم كيسة قوم كيسة عرب كيسية اللقضة وضمتكو حالي إساقو أهمو يين ما ندرين إساقو مكو هالينين أما ما تأفقرينين ليبين سوء عدي اللهم يقع سوء عديو حق إيا وحا الله صدر سوء عديو فيضل الله إلهي بأمرك سبحانه وتعالى اللهم منها مرك حقي لا عديو قفكي إلهي وحو لما ما يشاعدو دونه ويهدي الله وحوهانو لما يشاعدو دونه وهو الله العزيز الله غالب كأوي الحكيم فالكزان ولقد رسل الله حقي واندرني موسى ني موسى ندرني بآياتنا آياتها نغان لدرني أنا أخرج بان لدرني أما وحان كنري أنا أخرج يعني بيح قومك تلك من الظلمات المقديها كبيح بان لدرني إلى النور النور كحقي سأبحي وذكرهم كواني وكوعدي بأيام الله إلهي ما علمه سيادة عدوين كأي صومر هياني الله أقدرين كوان وكواني إن الله إن في ذلك الأنكاز لا ياتن أيضا كسوغا لكل صبار مذو البو صبرد بضن وكسوغا شكور هدنا شكرين بضن واذكر حسيد وقت قال موسى ونبي موسى أولي لقومي تلك أكولي اذكروا حسن نعمة الله ورنعمة إلهي قروا أقصد عليكم دوشي نويدين قري إذ وقت يو الله نعمة إذن قال أنجاكم وإذن ككوري من آل فرعون فرعون آل كيسي حقه وإذن ككوري يصومونكم حالا إذن داقسين من الدسين هين سوء العذاب عذابكم مثل صحون ويذبحون حالا إيهوهايك وقورع هيا أبناءكم ويلشين ويستحيون أي ريبين هين أي نوليسن نساءكم دمركيننا وفي ذلك أرنكين لحيز بلاء بلاي أي أمات هاتي من ربكم ربكم حق سكات عظيم أوين واذكر حسد وقت تأذن واذكروا حسيد وقت تأذنوا يعنها إذني ربكم ربيقين لإن شكرتم هدات يكرسان لأزيدنكم إذن كرنيا نعمة ولإن كفرتم هدات كفرسان إن عذاب عذابك إلى شديد من درنوي وقال موسى نيم سحوري إن تكفروا هدات كفرسان أنتم إذنك يوم في الأرض وحا أرضك سوغان جميعا دمانت هدات كفرسان علي فإن الله بوين لغني وامد كديغتون وحي إذن كديغتون أما ديغتون با حميد هدنا لما هديو الله سبحانه وتعالى وحوليه وعطش كيسا النبي موسى عليه السلام مركي وقوم كيسا كوري نبي محمد وكوير نعمة إله إذين قال جرواق صدا نعمة إله إلا هذا كربا صامر وذكرهم بأيام الله نبي موسى فيري قوم كيسي أي كوان إنها يدعدوين كي صامر إن أيامه إله سومري يحالدوها الله سومري وعكم إذا مركا حالدا أو أه إن إله يكسب بدبادية فرعون لبكيسي هو محوكو لبهي عذاب دارن أو حنبو إذن مرين هاي إذن داجين هاي وعذاب قام حوها ويليش إيه اللبك ردن أو إذن كقورع هاي قبلها نوو ريبن إيه هواك يضمر كو جارية ذي يخدمو كدقن هاي أرن كاسنا وحاكو سقنا برايو يجر ربي ربقين حقي سكاها توين أيا كو سقنا امتحان وين بإذن كو هذا نتاس أما إن الذي كبد باديو ونعمة وين ربقين حقي سكاها الله سبحانه وتعالى وحاكشا كيسان بالليلي هدي إلهي مركو إذني أو أمري ربيين أو إذن كو يدي حداد شكريسان نعمة دي آن إذن سيئي وان إذن كردين حداد كو كفريسان هذا عذاب كي قدري وان إذن كقاد وان إذن عذابي
نبي موسى عليه السلام وحكول قوم كي تلك يو حدد إله يكوك فرسان إنك يعرض وحي جوهر نمبا تلك وحي جوهر نن نبي موسى ما تذكر الله نورا نبي موسى حلي جيسي قوم كي سرية بني إسرائيل من تلك موحد تذكر أكون نورا يا تذكر أكون نورا يعني تذكر أكون نورا صم يا قبل دي بس أكون نورا يمين dulka waagaas ma reeb bin israayil iyo reeb masar bisa ku noolayn wazazwi aw maraykan aw europe aw asia darradana aw ilaa labada waxa ku noolaa masarna qabdiinta iyo waxa ku noolaa wixii la halmaala xagga niyana hashaabna waxa ku noolaa reeb bin israayil dadka kale aw yaa rasuul haa dadka kale ya dadka maraykan jooga ama yurjo yaa rasuul haa مزاوامية النبي قال عليه الصلاة والسلام وحول نصرته بخمس أعطيت خمسا لم يعطهن أحد قبلي من الأنبياء شان أرموت بالإسيي أو أن أني موين الرسول كلو إيقوه ريال سيني ما حكم ذا رسول شهورا وحلو درجري قويسي يميل قرن ميل دقن ما لو درجري لكن يعني وحلا يدري أمة دور دان مرايكان تشينيز بحالكي نوال وحلو در النبي محمد عليه السلام لكن يعني وحيا هيد ميشان مس الشام وحيسين دقن ريب النساء انتاس تضعي وحيو كأوبين والرسول كان يجري توبا مارتار لك الله دري وجري اللي الرسول شو حويا ويسوسو قال يجري نسوكو كده رسول شو يعنيها لازم معهين إن رسول كان ميشان جوغا عن رسول كان أدوك جوغي حلي الرسول إسلا جوغي نسو مجري يا كم إذا رسول الله جوكت نبي شعيب يا الزوج عادي يا نبي موسى يا كم الزوج عادي أنت أنا الظاهر كدين تو تصيصة نبي إبراهيم نبي لوط بس الزوج عادي نبي زين الزوج بارك الله فيك يزكري بارك يعني ها وين هذا جاتو يعني مركه ودنسين هيي ونبي إبراهيم نبي موسى دكتور دنسين هاي أي إلا لها وحول نبي موسى هذا وركان كوكير وحوي وحول نبي سقام وحكوري ورقام كيو إدين كيو حار لذا كن نور هذا إله كوكو فريان ولكن ده قليل ما رضا ذكر كن نور نعم هذا كوكو فريان إله سبحانه وتعالى ومرما ودغتون يهي بني آدم كان إلهي هي بري يقول سبر يأدون قرن يمخلوق قرن حبوا قوم بعنا هذا وإذا قالوا بأن إلهي وحبك ما دم هيان هذا وإذا إسلامنا إلهي وكرنين نعم واذكر حيث وقت قال موسى ورنوي موسى لقوم قوم يقول اذكروا حسن نعمة الله إلهي قال الذي عليكم دشر ويدين قال إذ وقت أن جاءكم من كبد بعد من آل فرعون فرعون على جزي يصومونكم حال إذا ندنسين هي سوء العذاب عذابكم مثل صحون ويذبحون أي جور عين أبناءكم إلى شين أو يستحيون أي نور يسنى ويريبن هي نساءكم دمرجينا وفي ذلك أرجينا لحس بلاء بلا يا أحد من ربكم ربكم حق زكاة عظيم من أوين واذكروا حزن واذكروا حصا إذ وقت تأذن أو إذني ربك ربك وحو إذني وأمري لئن شكرتم هداد وشو غريزان لازيدنكم وإذن كرن النعمة الغيزتان ولئن كفرتم هداد وكو فريزان نعمتنا وإذن كقاضي إن عذابي عذاب كذن لشديد مدرا وي هل كفح لك خاضنا هيا إلهي قفوا النعمة سيوم كل شكر إلهي وكو عذابي ترو وقال موسى نبي موسى عليه السلام ان تكفروا حداد قالوا اذا انت الخيو انتم منك يوم في الارض انت ارض جوكتور جميعا دمع فان الله يبوين الغني ومثك ديقتون أو حميد لما هذه إلهي وإذا كده يقتوم وح بنا كما جريسان وحنا كما دميسان وأنا مد لما هذه إلهي وما هتيه ألم يأتيكم يوسف الذين معن نبأ الذين كوركوا هذا من قبلكم الذين ذكوا الرئي قوم نوح نبأ قوم نوح يوسف الذين معن قوم نوح وركوا هذا يوسف الذين معن وعاد إياه قوم عاد عنها ورك يوسف الذين معن وثمود يرث ثمود وركوا هذا يوسف الذين معن يوم الذين كوي من قبل من بعد مية كذا بي لا يعلمهم حاله صنمرت أوين إلا الله أعلم وين كوا يعنها كذا بي جاءت وحوت من رسول رسول شهد بحوت من كوا صورا بالبينات حجوين كعلى ضاب أوراتهم فردوا مركزهم عليا أيديهم جمعوا هذه في أفواههم أففقوا ذلك عليا وقالوا حدا إن أنا وكفرنا وأنكم كفرنا بما أرسلتم به الذي لا صدر به زكا وإن أنا ولا في شك شك دي حديث بك قصوا أن مما كي حق استدعوننا أنه يري يريس إلي حق إذا مريب شك قصوا وليبا هذا الشك رزيد أقلني الله سبحانه وتعالى حوليه أيضا حقيقيه ألم يأتيك نبأ الذين النبي عليه السلام لو جيدنا وصورة قال النبي موسى قصدي سولي أي سعوتنا وصورة قال أو
نبي موسى إنه كويري لتركي بلس وهذا هي إنه يدور يا ورمينا إذين إيمان إن دتك إذين كهري وركودي ودتك أوي حكم القوم النوح يقوم عاد قوم ثمود وركودي إذين مين مياه إيا أنت إيا كدم بيسي أو وربنا أن إلهي أوجيها أنت كدم بيسي إلهي بأكتر الله أنت هاي الريث ثمودي حكدم بإله نبي موسى لجس هو جارو وحنا والله شيء شيء وحبذن الله جميع قال مركب أنت لا شيء جاي هي أنت إلهي كلي يؤجي هيبة ورك هذا سيد من سو قاعدين ورك هذا محوها مركب إنك من هالك تابتي الله يحرز سبحانه وتعالى ورك هذا محوها الرسول شو هذا بقى أتمد حجوي إنك على عذاب ولا تمد كدي من مركب الرسول شو أتمد بأفكك عندك عليين يعني الرسول الله اللي يسيبة أفكك عندك عليين يا نحنا هيان يعني يجي بس أمزوني يندين مي أما ما هي الله معنا والدي إن إياك أي رسوش أفكو هذا قاعد تقول ورنا قاموس أو كله روح هذا ترى ورنا قاموس يعني أفكي زاد قاعد تقول عليه وعكر اللي هذا مرت أفكي قاعد تقول عليه إنه يعني عيل أي رسوش أو قوام بيجع ما هدي متوس ولا وين يقرين هيار ليه يكون هذا إن لين وين مركا ما أفكو هذا قاعد تقول عليه عيل أي رسوش أو قوام أما ما رسوش يبقى أفكو هذا قاعد تقول عليه إنه وحيله ورنا قاموس أحبه إنه شيء جيني مدة هذا بقى أضو وركا حاسو بحينا إنكرين ويديدين رسوش إلهي حق وصول ديبي كدبنا وحيدا ذين أنه ديدني كو كفرين وحي اللي إذن لصو ديري وليبنا شكي بان كاقبنا رسولي وحاد نو مارتن نو يريسان شكي قاسو وليبنا شكي كلن نحقلني ألم ياتيكم الله وحيونا ميوسنا نذين إيمانين نبأ الذين كو وركوا من قبلكم منك إذن كهري وردتك إذن كهري وركوا وركوا ذي سو إذن ما إيمانين قوم نوح نبأ قوم نوح ميوسا إذن إيمانين وعادني يا ري عاد وركو ادي موسى ادين ايمانين وثمود ري ثمود وركو ادي سو ادين ما ايمانين ويا والذين كوي من بعدهم يي كدنبيي او لا يعلمهم اوسن اوغين الا الله علمو عيد كلو اوغي سن جيرين انت كدنبيسي او فربدن او ان يعنها الهي مو عيد كلو اوغي وركو ادي موسى مارتي ادين ايمانين جاءت رسول رسول الله اوتيمد بالبينات حجوين عذاب ولا تيمد فردوا مركاسي عليان ولابين ايديهم جمعهودي بكل لابين وكل عليان في افواه افياشوده افكوده ساوس عليان جمعهودي وما كوغي بيعنها غانتودي بي افكوده كل عليان وقنينين رسول شعيل او قبان اما رسول شيبا غانته كو تاغيان افكا نغدو افكو وخبا نو شيغين افكوده مارته كل عليان هيام وقالوا وحيدهن ان انا كفرنا وان غالوني بما كيبان كو كفرنا وان غالوني ارسلتم لايدن لا سودير رسول اي بيي سغبا وان انا لا في شك شكي دخدي بان كغا سوغنا مين باكي حقيسا تدعوننا ان او ييريسان الهي حقيسا مريب او هدنا شكي كرنا دخغرين هيو يعني ها مارته النبي يديتين هيا ايا وركينا نغا جيرساس يدادين والله سبحانه